أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. زيد، وكيف نقرأ هذا يا شباب؟ قال زيد العاقل. قال زيد العاقل. قال الكتابة هذه واضحة أو أكتب على الكلم الكبير يا شباب؟ قام زيد. شباب، زيد اسم المعرفة أو النكرة؟ معرفة، لأنه اسم علم، لأنه شيخ اسم علم. نعم، هذا طبعا جاء بالتنوين، أليس كذلك؟ زيد، وجاء بعده صفته العاقل كما مكتوب لدينا في المثال العاقل. فكيف ننطقها؟ كلما يأتي التنوين ويأتي بعده همزة الوصل، كلما نرى التنوين ويأتي بعده همزة الوصل فكيف نقرأ يا شباب؟ نقرأ كيف نقرأ؟ انظر يا شباب، كأنه زيد مكتوب هكذا زيد، أليس كذلك؟ كما مكتوب فوق زيد بالتنوين، وأنا فتحته هذا التنوين بالنون الساكنة، ترون؟ زيد. بعد ذلك لكم العاقل كما هو مكتوب، فأنتم ماذا تفعلون؟ تأتون بكسرة عارضية، فكيف تقرؤون تنطقون؟ زيد العاقل، أليس كذلك يا شباب؟ فقام زيد العاقل، فقلنا زيد هناك، أين النعت هناك في هذه الجملة؟ العاقل، وأين منعوته؟ زيد. طيب، تبع النعت منعوته في التعريف والإعراب والعدد وكذلك في الجنس، إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، وهذا يا شباب؟ نعم. قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل، زيدا العاقل لأنه مفعول به منسوب، ومررت بزيد العاقل. هذا واضح لا يحتاج إلى الشرح، لأنه يعني متعودين، تعودنا على هذه الطريقة، على هذا النعت والمنعوت منذ بدايتنا، منذ صغرنا، أليس كذلك يا شباب؟ كما قلنا لكم أمس. نعم، طبعا زيد في المثال الأولى أو في المثال، عفوا، في المثال الأول زيد ما هو؟ مرفوع، وفي الثاني منسوب، وفي الرابع وفي الثالث مجرور. نعم، فزيد هو موصوف وصفته العاقل، فنرى أن النعت يتبع المنعوت أو يتبع منعوته في هذه أربعة كلها. نعم، ما هي الأربعة يا شباب؟ العدد والإعراب وإما معرفة أو نكرة، وإما يا شباب أو إما في الجنس، يعني مذكر أو مؤنث. نعم، أي نعم. وأقول طبعا هذا من يقول الشارح رحمه الله، النعت
في اللغة هو الوصف يعني صفة، أليس كذلك؟ نعم. فقد كتب يا شباب، قد كتبوا بعض النحاة المثال، قالوا مثلا إذا أنت وجدت في الطريق كيسا، تعرفون كيس؟ حقيبة، مثلا أنت وجدت حقيبة أو كيسا في الطريق، أحد ضايع كيسه، هو لا يعرف أين سقطه، ولكن أنت وجدته، ثم هذا الكيس معك أو في جيبك مثلا، فجاء بعد الساعة رجل يسأل إيه هل أحد وجد كيسي، هل أحد وجد كيسي، أنا ضيعت كيسا، فأنت ماذا تقول له؟ أنت تعرف أنت ما شاء الله رجل مسلم مؤمن، وهو كذلك رجل مؤمن مسلم أو ولو كان غير مسلم، فلا بس يعني أنه قد ضايع شيء وأنت أخذته، وهو ينادي يقول هل وجدت كيسا، هل أحد وجد كيسا، أنا ضيعت كيسي، أنت كيف تقول؟ هل أنت تخرج كيسه وتقول خذ هذا، أو تقول صف كيسك، كيف كان كيسك، كم حجمها، ماذا في داخلها، ما لونها، ما لونه، أليس كذلك؟ أنت تقول له أنا أعطي، أنا وجدت كيسا، ولكن الكيس الذي أنت ضيعته صفه لنا أولا، إذا كان هذا عندنا فنوتيك نرد إليك، أليس كذلك؟ يعني أنت تقول صف، هو يقول لك هذا كيس أسود مثلا، كيس كبير، كيس ما شاء الله خالي خال، كيس مملوء وغيره، أو تقول نصفة، هذه هي نصفة تقولون، يعني عندما أنت تقول لأحد صف هذا الشيء، يا أخي أنا كان معي رجل، أنا ضيعت هذا الرجل، هل وجدتم؟ تقولكم كيف هذا الرجل؟ قال والله رجل طويل، رجل قصير، رجل كذا وكذا، تأتون بالصفة. نعم، فهذه صفة. وفي الاصطلاح النحويين، هذا طبعا في اللغة يعني الصفة، أما في اصطلاح النحويين الذي هو مرادنا هناك، هو الطابع المشتق أو المؤول بالمشتق. ما معناه الطابع المشتق؟ ما معنى الطابع المشتق؟ يعني الاسم الذي يشتق، الطابع المشتق كيف؟ انظر يا شباب، تقول زيد الضارب، انظر يا شباب، ضرب، أليس هذا مصدر؟ شباب ضرب، أليس هذا ماذا؟ مصدر، أنت تشتق منه ضارب، ما معنى ضارب؟ هذا اسم مشتق، مضروب، أليس كذلك يا شباب؟ اشتقته من المصدر، انظروا شباب، تقولون يا شباب زيد الضارب، جاء مثلا سبورة ترون، نعم، جاء زيد الضارب، أليس هذه صفة؟ وهذه صفة مشتق، واضح يا شباب؟ يسمى المشتق، واضح؟ أو جاء زيد المضروب الذي ضرب، الشباب الصوت واضح والفهم، هل تفهمون كلامي أم لا؟ نعم نعم، والكلام واضح يعني للفهم، تفهمون ما أقول؟ طيب أنا أقول لكم جاء علي الضارب، الضارب أنت من أين أخذت هذا؟ اشتقته من الضرب، يعني الضارب هذا مشتق، قد يكون هذا مشتق، صحيح؟ نعم، وإما أو المؤول بالمشتق، ما معنى المؤول بالمشتق؟ انظروا، تقول مررت، شباب مررت بزيد هذا، هل هذا اسم مشتق؟ لا،
هذا يقول مشتق المؤول، هذا مبني أليس كذلك؟ هذا أنت تقول إذا كان اسم الإشارة يا شباب، إذا كان لك يعني صفة في شكل الإشارة فهذا يسمى يا شباب كما هو مكتوب لديكم هو الطابع المشتق أو مؤول بالمشتق. طيب يا شباب، تقول مثلا اسم الإشارة مررت بزيد هذا، أو قد يكون اسم الموصول مررت بزيد الذي قام، أضرب مررت بزيد الذي قام انظروا هذا جاء إذا كان موصوف وصفته بدأ بأي شيء، اسم الموصول أو اسم الإشارة يسمى هذا المؤول بالمشتق، وهذا شباب. أو تقول ذي مررت بذي مال، سلمت على ذي مال، جاء نعم، تقول مثلا مررت برجل ذي مال، سلمت على الرجل ذي مال، شباب سلمت على رجل، هذا رجل صفته ذي مال مضاف ومضاف إليه، وهذا ذي إذا كان صفتك بذي يعني بالذات أو اسم الإشارة أو اسم الموصول تقول أو قد يكون اسم النسب، مثلا جاء رجل هندي هندي، هذه هندي يا شباب، أو مررت برجل كشميري، هذا يسمى مؤول الذي يؤول يعني بالمشتق. تقول يعني ترون كلما ترون أنت خلاص انتهى هذا، كلما أنت ترون يا شباب الصفة إذا كان مشتق مباشرة بالفعل فهذا يسمى الطابع المشتق، وإما إذا كان يبدأ الصفة تبدأ الصفة بأي شيء بحرف بإشارة أو بالموصول أو بالنسبة، وهذا شباب، أو بالذي مثل هذه الأشياء تقول هذا يسمى المؤول بالمشتق، وهذا شباب. نعم، والموضح، انظروا هذا إلى التعريف، هذا والموضح لمطبوعه في المعارف الصفة، الصفة أو النعت يكون موضحا يعني يوضح يعني وضحت كرتها لمطبوعه يعني لمنعوته في المعارف. كيف يعني؟ أي أن النعت والمنعوت إذا كانا معرفتين فالنعت موضح لمنعوته. انظروا هذا ترون هناك أنتم إن شاء الله الذي بعده، المخصص له في النكرات، المخصص له في النكرات، انظروا كيف هذا المخصص له في النكرات. أنا أقول لكم يا شباب، انظروا يا شباب، جاء غلام جاء غلام يا شباب، تسمعون أو ترون السبور أنتم الذين معنا على الهواء؟ طيب جاء غلام، غلام هناك نكرة أو معرفة؟ نكرة مباشرة، نكرة أليس كذلك؟ غلام يعني غلام أي ولد، جاء ولد. طيب غلام مشكلة لكم، جاء ولد هذا نكرة ومعرفة، نكرة تبع ولد، أي ولد جاء؟ يقول يا أخي ولد جاء هذا ليس، أنا أقول لك جاء ولد سريع،
أليس صفته كذلك نكرة؟ ولكن انظروا كما مكتوب المخصص في النكرات. إذا قلنا جاء ولد معناه يعني مجرد الولد، ولكن أنت خصصت من الأولاد الذي هو سريع، هل كل الأولاد سريع؟ لا، يعني أنت الآن كأنه يخصص هذا الولد. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ يعني جاء ولد سريع، هذه نكرة، هذه نكرة، يعني النعت نكرة والمنعوت نكرة، ولكن هذا النكرة، هذه الصفة النكرة، هناك صفة نكرة، نعت نكرة، نكر يخصص المنعوتة، لأن ليس كل ولد سريع، ليس كل ولد، جاء ولد مجتهد، هل كل أولاد كل ولد مجتهد؟ لا. أما إذا كنت جاء ولد، جاء طالب، تقول طالب نكرة، ما أدري أي طالب جاء، كنت طالب طويل، خلاص طالب مجتهد، طالب مجتهد، خلاص أنت خصصت يعني باجتهاد أو بالطوال أنت خصصت هذا الولد. فلذلك نقول إذا كان نكرة موصوف وصفة، صفة تخصص الموصوف في ذلك الوقت، في حينئذ. واضح يا شباب؟ شيخ الياس واضح؟ أما إذا كان معرفة، الصفة كانت معرفة وتبع موصوف، ماذا يكون؟ معرفة، فحينئذ يوضح، يعني وضاح تأكيدا على تقريب وضاح، يعني هناك لا تكون تخصص لأنه بنفسه خاص. أما إذا كان، انظر إلى مرة ثانية، الموضح لمطبوعه في المعارف، يعني إذا كان النعت والمنعوت معرفة، فالنعت موضح وضاحت كرني والله مزيد وضاحت لمنعوته. واضح يا شباب؟ أما إذا كان نكرة الصفة فتخصص حينئذ منعوته، يعني شط نكرات مس خاص يكوس نكرات مس صفة لبني شو ثورا همو نكرونيش خاص شو بدل. واضح يا شباب؟ طيب اللاتي معنا بناتي، هل واضح لهن أو لكن؟ نعم، تبر أن جوالي الذي يكون أمامي انتهى شحنه، تعرفون الشحن؟ البيطرية انتهى، لا يوجد، خلاص الشيخ عبد الله جزاه الله خير عطاني. طيب يلا شباب. لا أفهم. نعم لا تفهم ماذا؟ نعم انظر، ليس موضوع هذا، موضح موضح موضح. انظر شباب، لدينا كتاب الله أليس كذلك؟ شيخ لدينا كتاب الله يا شيخ، قرآن صحيح، ولدينا تفسير القرآن، لدينا التفسير يوضح لنا القرآن واضح ولكن يوضح مزيدا، أليس كذلك شباب؟ عندنا موصوف وهو في شكل المعرفة، وهو في شكل معرفة، وجاءت صفة بعده كذلك في شكل معرفة، هذا معرفة معرفة، حينئذ يسمى أن هذا النعت أو الصفة توضح نعت منعوته، يعني يأتي بالتوضيح توضيح يعني إضافي أو يوضح، يعني يأتي بالتوضيح لمنعوته. أما إذا كان نكرة ونكرة، يعني إذا كان عندك صفة نكرة مثلا، فحينئذ تقول تخصص النكرة يعني منعوته، يعني كما قلت لكم جاء ولد، عندما أنا أقول لكم جاء ولد، أي ولد جاء؟ تقول ما ندري هناك ولد، هذا اسم ولكن هذا السريع يخصص هذه الصفة، تخصص هذه الصفة لمنعوت، أليس كذلك؟
نعم، هذا هو يسمى، لأن معرفة لا يحتاج إلى التخصيص، لأنه بنفسه مخصوص. أما نكرة، صفة النكرة تخصص منعوته. وهذا يا شباب كوشي ريبورت. أغري معرفة شنو أصلا موصوف تاج معرفة صفة تاج معرفة تم ساتي ولكي صفة تاج مزيد يعني وضحت كرن كات معرفة منعته يم سات نكرة نكرة عاسي تم سات شو نكرة صفة أصلا خاص كرن كمس كي كشبير نكي أمس لڑك سنر كس خصوصية چي يسا جمسا صفة بنو بعد يا شباب بناتي اللاتي الله يبارك فيكم بناتي اللاتي معنا هل فهمتن انتم يا بناتي دقيقه نشوف هل كتبت احد شيء ممكن نعم تقول شيخه مسرط نعم نو نعم طيب يلا انظر يا شباب والنعت ينقسم إلى قسمين الأول النعت الحقيقي والثاني النعت السببي ولله تعالى الحمد نحن صرنا متقدمين يعني قدمنا العصر على الظهر صحيح؟ يعني جاء وقت العصر ولكن نحن قد صلينا العصر في وقت الظهر يعني أمس هذا قد الحمد لله درسنا هذا ليس كذلك يا شباب؟ نعم النعت الحقيقي والنعت السببي أما النعت الحقيقي كما سبق لنا أمس فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت كيف هذا المثال؟ نحو جاء محمد جاء محمد العاقل يعني محمد العاقل جاء محمد العاقل فالعاقل يا شباب نعت لمحمد أليس كذلك؟ وهو رافع للضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد يعني كأننا نقول هو محمد العاقل جاء هو يعني إذا ما نقول جاء من جاء؟ هو يعود إلى محمد نعم هذا شيء واضح يعني مرفوع أليس كذلك محمد لك مرفوع نعم بسبب إنه جاء من جاء في جاء موجود ضمير مستتر هناك هذا موجود باستتار وتقديره هو يعني هو محمد فلذلك جاء محمد مرفوع أليس كذلك لأنه هو الذي قد فعل الفعل طيب وأما النعت السببي أمس قلنا لكم يا شباب تتذكرون أنتم أن النعت الحقيقي يتابع أو يتبع منعوته في أي شيء لا في نعم من العشرة أربعة كيف؟ نعم كما قلنا قال الشيخ نعم في تعريف أو تنكير وفي العراب قد يكون رفع وقد يكون نسبا أو جرا نعم وفي عدد إفراد مثنى تثنية أو الجمع أو قد يكون في تذكير أو التأنيث وهذا يا شباب يعني في النعت الحقيقي النعت يعني الصفة تتبع منعوته موصوفه في أربعة أشياء عدد وفي الجنس وفي الإعرابي وفي هذا هل هذا واضح يا شباب؟ شيخ ياسر واضح؟ نعم وفي العدد أما السبب النعت السببي انظر أولا النعت السببي هذا نقرأ أولا أما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا ما رفع اسما ظاهرا فوق ماذا كان رفع هو رافع ضميرا هناك ماذا ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت نحو
انظروا كيف يا شباب. محمد الفاضل أبوه، تتذكرون يا شباب؟ جاء انظر يا شباب، محمد الفاضل أبوه أين الفاضل؟ أين هو؟ أين الصفة؟ أين الصفة؟ الفاضل. في التعريف السببي قلنا يكون اسم قبله ويكون اسم بعده. طيب، يعني له ارتباط يعود إلى الاسم الذي قبل النعت، كما تقولون أبوه. طيب، جاء محمد الفاضل أبوه. أقول لكم، هل محمد جاء أو أبو محمد جاء؟ من الجاي؟ نعم فاضل أبو. أنا انظر الشباب مرة ثانية، أصله انظر جاء محمد الفاضل أبوه. الفاضل أصلا هذا العمل من فعل؟ أبوه. الفاضل أبوه، أبو محمد. انظر يا شباب، أنا أقول لكم، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. من الظالم؟ قرية أهل. طيب، اترك هذا هنا حتى لا يكون هذا يعني لكم ثقيل. انظر المثال أولا، هذا ستفهمونه فيما بعد إن شاء الله، حتى لا يكون التلخبط الآن إن شاء الله. نقول جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد هناك يعني في الشكل، ولكن الحقيقة في الحقيقة أصلا نحن هذه الصفة نجعله لمن؟ ليس لمحمد. هذا أصلا الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، يعني فاضل هو أبوه، ولكن هذا يسمى نعت سببي وليس نعت حقيقي، ولأنه له الارتباط الاسم الذي بعده من الذي أو بالاسم الذي قبله. يعني النعت يأتي بعده اسم، وهذا الاسم له ربط بالاسم الذي قبله. انظروا كيف. وأبوه فاعل للفاضل، وأبوه فاعل للفاضل، يعني محمد جاء محمد الفاضل أبوه، كأنه مراد أبوه الذي هو فاضل، الذي هو يعني له فضل، هو فضل فاضل. وهذا يا شباب يعني فاضل مشتق من الفضل. وهذا يا شباب نعم. انظروا كيف تقول هنا مرفوع، يعني أبوه هناك مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، هذا تعرف لأنه من الأسماء خمسة، وهو مضاف إلى ها التي هي الضمير عائد إلى الاسم الذي قبل النعت، وهو محمد، وهو محمد. وحكم النعت الذي قد سبق لنا أمس أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء كان حقيقيا أو سببيا. هذا قد وجدنا النعت الحقيقي يتبع النعت الحقيقي يتبع موصوفه في الإعراب وفي الجنس، يعني عفوا وفي التعريف أو التنكير، أليس كذلك؟ وكذلك له شيئان أخرى. أما النعت السببي هذا النعت السببي يتبع المنعوت. أين المنعوت هناك الآن؟ الذي قبله محمد، يتبعه في شيئين، يعني ليس في أربعة أشياء كما سبق لنا
النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة أشياء، ولكن النعت السببي يتبع يتبع لا أولا يتبع الاسم الذي قبله، يتبع الاسم الذي قبله في شيئين، في شيئين ما هو؟ الإعراب وكذلك التعريف أو التنكير. رأينا هذا محمد معرفة أليس كذلك؟ الفاضل كذلك معرفة. رأينا هذا مرفوع وهذا كذلك مرفوع، صحيح؟ في أي شيء؟ في الإعراب، في الإعراب، نعم. أما الاسم الذي بعده يتبعه في التذكير والتأنيث فقط. إذا كان هذا الاسم الذي جاء بعد النعت إذا كان مؤنثا فيكون كذلك هذا، إذا كان معرفة فيكون، وهذا شباب يعني في التذكير أو في التأنيث فقط. أما عدد النعت السببي يكون دائما وأبدا مفرد، ولو كان قبله الجمع أو بعده الجمع يكون دائما مفردا. ترون هنا إن شاء الله في الأمثلة. ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، مثل حضر محمد الفاضل، حضر محمد الفاضل. هل هناك الفاضل النعت السببي أو النعت الحقيقي؟ حقيقي، حقيقي. إذن معناه يتبع الحقيقي منعوته في الإعراب. أو حضر محمد الفاضل أبوه، الآن الفاضل النعت الحقيقي والنعت السببي. أصلا هذه ليس حقيقي، هذه حقيقي. انظروا كيف يسمى هذا غير حقيقي، يعني يسمى سببي. هذا الفاضل اصلا ليس صفة محمد، هذه اصلا صفة ابوه، ولكن صار سببيا لمحمد. حقيقي ليس حقيقي. اول شيء تبغى يكون حقيقي. اخر امر مثال، اذا راينا المثال الذي قد سبق لنا، حضر محمد الفاضل، الفاضل هناك مثال نعت لمن؟ حقيقة هذا محمد الفاضل، هذه حقيقة الصفة نجد في محمد، فلذلك قلت محمد الفاضل. أما في سبب تقول حضر محمد، طيب الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، أصل الفاضل أبوه، ولكن نقول حضر محمد، محمد منعوت ونعته الفاضل. هذا نعت ليس حقيقي لمحمد، هذا سببي لمحمد، هذا سببي وهذا لمحمد. أصل هذا لمن؟ للاسم الذي بعده، نعم. حضر محمد الفاضل أبوه وإن كان المنعوت منسوبا. فماذا وجدنا في هذه المثال؟ هذا المثال أن النعت السببي أو النعت الحقيقي كلاهما يكون كلاهما يتبع المنعوت في في الإعراب، نعم، مرفوع في الإعراب، أي نعم. وإن كان المنعوت منسوبا، انظر يا شباب الإسلام، وإن كان المنعوت منسوبا كان النعت منسوبا، كذلك في الحقيقي وكذلك في السببي. كيف يا شباب؟ رأيت محمدا الفاضل، هذا حقيقي. أما سببي رأيت محمدا الفاضل أبوه. انظر يا شباب، هل تقولون أباه؟ ماذا تقولون؟ أبوه، يعني رأيت محمدا، خلاص هذا صار سببي الآن الفاضلة. رأيت محمدا الفاضل، لا أبوه. قلنا أخرجنا من قرية الظالم، قرية، هل نقول الظالمة؟ لأن أهلها، انظر يا شباب. طيب هناك ماذا نقول؟ رأيت محمدا، رأيت يعني نقول مرفوعا مباشرة، تجعله مرفوعا الآخر. رأيت محمدا الفاضل، الفاضل انظروا الفاضل تبع من؟ محمد،
محمدا وليس الاسم الذي بعده. طيب، وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا في السبب وفي الحقيقي. نظرت إلى محمد الفاضل، نظرت إلى محمد الفاضل أبوه، يعني انظروا انظروا رأيت إلى محمد، من محمد كي طرف ديكا، أي محمد الذي فاضل أبوه، كانوا مثال هكذا. هي ما سوى محمد أسكن تمثيل موليس يصدق تمثيل مول فضل وولش. واضح شباب؟ نعم شباب واضح أم لا؟ أمس هذا سبق لنا، رأيت محمد نيل رأيت محمد نيل فاضل أبوه، ما سوش محمد أسكن فضل وول يمسون مولش فاضل. واضح شباب؟ طيب، كأننا قد تعودنا هل نقول رأيت إلى محمد الفاضل أبيه، أليس هكذا نرى أننا؟ بل هذا ليس صحيح، هذا خطأ. واضح شباب؟ نعم. وإن كان المنعوت نكرة، كانت النعت نكرة، نحو رأيت، انظر شباب، رأيت رجلا عاقلا، هذا حقيقي. رأيت رجلا عاقلا أبوه، انظر عاقلا صفة نعت، تبع الاسم الذي قبله، هل تبع الذي اسم بعده في أي شيء في التعريف؟ لا. هل تبعه؟ هل تبعه شيء؟ هذا يتبع فقط منعوته. أمس قلنا لكم الحقيقي، الصفة الحقيقية أو النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإعراب والجنس، يعني مذكر مؤنث، مذكر مؤنث أو الأعداد أو الإعراب. أما يا شباب أمس قلنا لكم إذا كان الإعراب السببي، الإعراب السببي أي متى يتبع منعوته الذي قبله، منعوته يتبع فقط في شيئين، التعريفي والتنكيري، والثاني في الإعراب فقط، الاسم الذي قبله. أما الاسم الذي بعد النعت السببي يتبع في شيء واحد وهو يا شباب الجنس. إذا كان معرفة، عفوا، إذا كان مذكر فيكون مذكر، إذا كان مؤنث فيكون مؤنث. وهذا يا شباب. طيب، أما في العدد يكون دائما النعت السببي مفردا دائما أبدا. نعم، فضل الكتاب. ورأيت رجلا عاقلا أبوه، رأيت رجلا عاقلا أبوه، خلاص. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. فقط أين؟ إذا كان النعت حقيقيا، وهذا يعني النعت الأول الذي قد سبق لنا، زاد على ذلك يعني زيادة من الإعراب. هناك ثلاثة أشياء عندنا، إما التذكير والتأنيث، إما الإفراد، وكذلك إما النكرة أو معرفة. وهذا يا شباب إذا كان النعت حقيقيا، إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك، يعني على ماذا؟ ماذا سبق لنا؟ سبق لنا الإعراب، وسبق لنا التعريف. يعني هركن كيف بدي شيء؟ كي حقيقي يسمزت سببي يسمز يسمت منعوت شاسل في النعت الحقيقي وفي النعت السببي يكون المنعوت. طبعا المنعوت أين يكون؟ الذي قبل النعت يتبع من النعت السببي، وكذلك النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإعراب وفي التعريف أو التنكير. هذه اثنين قد هذان اثنان قد سبق لنا للحقيقي وكذلك للسببين. أما للحقيقي هناك زدنا إضافة شيئان، ما هما؟ التذكير أو التأنيث، هذا أول، والثاني العدد.
قد يكون المفرد، قد يكون التثنية، يعني أو قد يكون الجمع. وهذا يا شباب يجوز لها تكون سبق يعني اختمه. طيب، هل ومعنى ذلك، دقيقة، ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كانت النعت مذكرا، نحو رأيت محمدا، رأيت محمدا العاقلة، محمدا العاقلة، أين النعت؟ العاقلة. أين المنعوت؟ محمدا. طيب هذا النعت الحقيقي سببي شيخ إلياس، شيخ دكتور، نعم شيخ شبريز، حقيقي خلاص، نعم. والثانيا، وإن كان المنعوت مؤنثا في نفسه كان النعت مؤنثا. انظروا، رأيت فاطمة مهذبة، رأيت فاطمة، ما صفتها؟ هي مهذبة. ما معنى المهذبة؟ سيفلايزر، تهذيب يافته. واضح يا شباب؟ طيب، هل هذا نعت حقيقي أو نعت سببي؟ حقيقي. وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، كما رأيت في هذين مثالين، لأن وجدنا فوق محمد، رأيت محمدا، محمد العاقلة، محمد مذكر والعاقل مذكر، محمد مفرد والعاقل مفرد. كذلك رأينا في نفس المثال فاطمة المهذبة، فاطمة مفرد، المهذبة مفرد، فاطمة مؤنث والمهذبة مؤنث. إذن في العدد وفي التذكير والتعنيس تبع النعت منعوته في النعت الحقيقي، في النعت الحقيقي. وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا، كما رأيت في هذا المثالين. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، مثال رأيت المحمدين العاقلين. وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، رأيت، نحو رأيت الرجال العقلاء، عاقل جمعه عقلاء، رأيت الرجال العقلاء، فنقول هذا منعوت الرجال منعوت ونعته العقلاء. انظر يا شباب، أما هذا ننتهي هنا إن شاء الله. أما النعت السببي، هذا الدرس المهم اليوم، أما النعت السببي كما سبق لنا أمس، فإنه يكون مفردا دائما، نعت مفردا دائما، ولو كان المنعوت الذي جاء قبله مثنى أو الجمع، ولكن هذا يكون في السببي مفردا دائما. ولو كان منعوت مثنى أو مجموعا، تقول رأيت الولدين، انظروا يا شباب، رأيت الولدين، رأيت الولدين العاقلاء، يتبع في الإعراب هذا ولدين منصوب، العاقلة منصوب، ولكن الولدين، هل هذا ولدين مثنى ولكن العاقلة، العاقلة مفرد، أبوهما، هذا هما يعود إلى ماذا؟ إلى الولدين. طيب من الأصل العاقل؟ العاقل أبوهما، العاقل أبوهما، أصلا العاقل أبوهما. تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، العاقل أبوهما، جعلنا صفة لولدين، العاقل جعلناه صفة لولدين، ولكن أين فاعل هذا العاقل؟ هو أبوهما. واضح يا شباب؟ وتقول رأيت الأولاد، رأيت الأولاد العاقلة. يا شباب، الأولاد جمع، هل نقول العقلاء أو عاقلة؟ نقول عاقلة، لأنه النعت السببي أبوهم أصلا، لأنه لمن؟ أبوهم. رأيت الأولاد العاقلة أبوهم. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث، يعني الاسم الذي بعده، فتقول رأيت البنات، أليس كذلك؟ العاقلة أبوهن. واضح يا شباب؟ رأيت البنات العاقلة أبوهن، لأن البنات جمع المؤنث السالم منصوب بالكسرة، والعاقلة منصوب بالفتحة لأنه المفرد. رأيت البنات العاقلة أبوهن، هل تبع في العدد المنعوت نعته؟ عفوا، النعت منعوته؟ هل تبع النعت منعوته في العدد؟ لن يتبع،
لم يتبعه، صحيح. وتقول رأيت الأولاد، انظر يا شباب، رأيت الأولاد، هناك أنتم تجدون الأصل مثال، تفهمون هناك أصلا لماذا، انظر كيف رأيت الأولاد، هل أولاد مذكر المؤنث؟ مذكر، ها مذكر. لماذا جاء العاقلة؟ لأن هذه صفة، هذا النعت أصلا لمن؟ لأم. رأيت الأولاد العاقلة أمهم، وهذا يا شباب لأن العاقلة انظروا معرفة والأولاد معرفة، عاقلة منسوب لأنه الأولاد منسوب، ولكن عاقلة مفرد، عاقلة مفرد لأنه يكون ذاته مفرد دائما ولو كان قبله أو بعده مثنى جمع أو أي شيء. أمهم مؤنث، فلذلك جاء يعني يتبع النعت السببي الاسم الذي بعده في التذكير وفي التأنيث، لا يتبع الذي قبله في التذكير والتأنيث. هناك منعوت مذكر والنعت العقل مؤنث، ولكن هذه النعت أيضا ليس لأي شيء، للأولاد، هذه أصل في الحقيقة لأم، ولكن سببيا للأولاد. واضح يا شباب؟ دقيقة، هناك سطرين هذا ننتهي اليوم إن شاء الله. فتلخص أو يعني نلخص، فتلخص من هذا الإيداع أن النعت الحقيقية يتبع منعوته في 14. واضح يا شباب؟ هذه عشرة، هذا أمس قلنا لكم، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، كم صار هذه؟ ثلاثة. يعني أكشي ترين هند جروب، هذه يعني مجموعة واحدة فيه كم أشياء؟ ثلاثة. وواحد من الرفع والنسب والخفض، كم هذه؟ ثلاثة، والثلاثة صار ستة. وواحد بيا جروب جايسي من التذكير والتانيث صار ثمانية. وواحد من التعريف والتنكير، كم صار؟ عشرة. يعني من هذه العشرة دائما يكون نعت منعوته يتبع بمنعوته في أربعة أشياء دائما. واضح يا شباب؟ والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، مطبوعه يعني النعت السببي يتبع منعوته في خمسة. ما هي الخمسة؟ واحد الرفع، طبعا هذا يتبع في اثنين فقط، الإعراب والتعريف والتنكير. الإعراب كم عندنا؟ ثلاثة، أليس إعراب عندنا ثلاثة؟ رفع نسبة والخفض يعني جر، وتعريف تنكير اثنين، تعريف والتنكير، يعني من خمسة اثنين. كيف؟ واحد من الرفع والنسب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير. طيب بس كتنكير اتباه ميش دون، إذا كان منعوت مثلا مرفوع فيكون هذا صفته مرفوع، أليس كذلك؟ يعني من الإعراب نأخذ واحد شيء فقط، أو كذلك التنكير أو تعريف، إما يكون معرفة، إما يكون نعم، إما يكون نكرة. ويتبع مرفوع الذي بعده أوريوس مطبوع شاسا بعد النات، يعني نات باتشوال في واحد من اثنين. سوشو دون ما سيري بايكس كرتي با كاسكت يا اس مذكر تي لا سوتي مذكر داش مونس ني اكي وقت اس هوتي تو هوتي كي. نعم. ولا يتبع شيئا في الافراد والتثنيه والجمع، بل يكون مفردا دائما وابدا، والله عالم. هذا في العدد كلنا. طيب لا يتبع الاسم الذي قبله ولا الاسم الذي بعده في العدد. واضح يا شباب؟ يعني في لغة الكشميرية سير نيغواس سمجھا ہو کہ کہیں نہ سمجھ نعم جزاك الله يبارك. يا شنو وجه يا اتشيس بنا يشو نعت سببي نك اجزاك الله خير. وجو تشي لخنس بس يوان يا سو شو نعت يس ام بروهم اسم شنو منعوت يتبون شو مطلب عاقلين رايت الولدين العاقل لا ابوهما واجا شباب
تشو بورسكم شيء تشو نعم ز اش اوي شتبري يا سوتشي نعتل السببي ليس حقيقي حقيقي يا يل سد شدي كمس نات اسي لكنس من شيء اعراب من ساتي شنو تتذكر مطلب اعراب جو انلايز كر تركيب كر تم ساتي زن اتم ساتي شنو نعت العاقله صحيح اور الولدين كيا شو منعود وين بي اتس نات منوت كيس اسون اير ادس ما شو ويرن مگر يي اتشنا اتشنا امت العاقله بات ابو هما اتشنا ربط اسي اصلا شيء في الحقيقه هذا النعت ليس لمن للولدين بل اصلا يكمن خاطر شيء اصلي نعت يي نعت اصلي ابو هما خاطر وجه يسي لاست مثال چني يستي بيج بر 103 پڑھو لاست سطر رايت الاولاد تچو وشنس رايت الاولاد اولاد چ مذکر کی مؤنث چنا العاقله امهم تو چھو باز یکم سن صفات اتن باسن سو چھی صفات ام سن مگر سببی صفات بنی یکم سن اولاد سن سببی صفات نہ کہ حقیقی صفات چنا اے حقیقت اس مچھنی ہم سن کیا مگر چھو مانگ تو کس اس مچال تو چھ سمجھ ونس یشو کج پر حقیقت اس مچھیو ماج ہن صفات مگر مانگ تو چھ نمچ کمو اولاد تو شاید نا وچھ مچھ سببی نہ کہ حقيقي وهذا شيء يعني غير اكش بياخنا يسمى هذا النعت النعت غير حقيقي غير حقيقي والحقيقي غير حقيقي اكش بياخنا السبب بيدي وهذا قد هذا اكش بيرا سيت اكش بيرا نظر ان شاء الله دين كش بدنا نو سب كات مي تو يجي سي قران جو ايتو سيت يجي سي واجه اور اسوجي اكش اوي ونه كي يش اصل صفات اصلي تم پاتن مگر اكش اصل ربط كات سي ابو هما يسي هما شما يعود الى الولدين طيب مو تشدري اصلا سبب بنيمت النعت السببي ل ل ل لولدين فالحقيقه هذه صفه ل لمن للذي بعده للاسم الذي بعد النعت وهذا يا شباب وين اتشي ورين يشس نعت نعم أتشونا صفات سببي ناوي يشونا كيف بقولي وطوكو يشو مانع تو بايجي يما شو حقيقي يشو سب يشو سببي بجو إعراب اسمه شو ده ثواني هذا يلس كرونا كات يلس سببي وشون سببي سببي مش ده هميش ثواني هذا كي سببي أتشون ناوي يشو كيف بقولي وطوكو كار يشو النعت الحقيقي كي النعت السببي أتما شو نية دور مزاز كري اتباع كمس الذي قبله الاسم الذي قبله اور چھ صفت آسن حقیقی طور الاسم الذي بعده لاسٹ اسم آو مگر سبب چھ بنن کم سید خطر ایج آت چکے پر ورسان رب دیتن اموهم الاولاد اموهم العاقلت مثلا واجہ گو دہنس مگر واجہ کس پر بنن رأیت اگزیکٹر بالکل اگزیکٹ اچھنا یہ نہ نہ جزاک اللہ خیر اتن چھو تے صرف کیا وچھت ونن ایرا وچھت ونن ہتا زیل اگر رایت محمد نل فاضل ابو ہو اتن زیل اگر فاضل زبر چھ محمد اس چھ زبر او تم سی اخری اچھا بیاک چیز کرتے گشت اوتی بون رایت الاولاد العاقله الاولاد مذکر عاقله کیا جامون استن اچھنا ورمت چھ تو اصول تھون یاد یوسز نعت سببی چھ اسن نعت سببی شو پانس بچمین اسمس منعوتس دون مز کرن اتباع اخر ایک اعرابن اندر بے کرسن معرفہ نکر حس اندر چاہے معرفہ سے یا نکر سے تلسن دروی تدیم اور جس اسم امس پتا ہو کہ ایم چو دنوی در تھیمیت خوش یہ چو بہت سائیڈ کس سنا گندن کرکر بہت سائیڈ ماز آخا سا ہورتی گندن یورتی گندن ہورتی فیلڈنگ یورتی فیلڈنگ تو جو کورمت ذاتی ہے اسی چھنا یہ اسی مزیم نعت چھنا نعت سببی یہ چو بہت سائیڈ البتہ أمس کوٚرمُت کٲم أمس دوٚپمُت أمس ہے چٲنۍ مانے بہٕ زٕ اصوٗل یُس پانس پتہٕ أسۍ وَنو أمس أمس دوٚپمُت کٔژ اصوٗل مانے اکھ اصوٗل مانے چون تہٕ پنُن چھُ مےٚ اصوٗل اکھ ٲسۍ تہِ سُہ بدلاوٕے نہٕ بہٕ کِہینۍ وجہ گوٚو تُہۍ اوے یہِ چھُ سببی کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ اصلی صفت آسان اُمٕچ یعنی یُس اسم تٔمِس پتہٕ آو مگر چھُ سبب یہِ بنان کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اصلی چھُ أمۍ سٕنٛز مگر سببی چھِ گۄڈنِکِس اسمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ وجہ گوٚو تُہۍ اگرے تُہۍ کران چھُ نہ ناو ہتہٕ وٕچھو محمدن آمُت منصوٗب تہٕ فاضلہ تہِ آو منصوٗب تیٚلہِ وَنو أسۍ یورٕ وۄنۍ حظ تیٚلہِ کیٛازِ آوُن
أقره هو مذكرة وهي قاعدة تدل الصفة العاقلة مؤنث. شنو هو هذا المثال كاتس؟ جو إيش إيش أصول إثبات بريادته؟ يا سوتش سببي الله يبارك فيكم. جو بريشة سامجنا إيش يعني؟ زي ما إسقاطي سويتش تبي تجاتو سب كرتي؟ طيب. نقتفي اليوم هنا نقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.